شكرا سبستان. نزل المكرم الثاني كون اخت خديجه بارك الله فيك الله يحفظك اختي شكرا لك غنقراها ولكن فكرت فيها بلاصتي غيزه لك المكرم الثاني هو طيب المساوي تفضل معايا سي طيب هنايا رئيس جمعية التجار المحمدية للتنمية والتضامن هذا السي طيب ولي كيدير أكبر حفل في السنة الأمازيغية في المغرب هو هذا السي طيب المحمدية اللي فتحوا لكم واحد المجموعة ديال المدن فتحوا مطلوب من هنا وداو الناس تفرجوا السي طيب راه معنا في الأهل معنا من المستوى معنا السي مشفي السهام راه معنا في الأهل إن شاء الله كما كنت تستدعينا حنايا كندير مزيج ما بين الاغنيه المزيغيه والايوانيه تحياتي ان شاء الله ان شاء الله عضو بغرفه التجاره والصناعه والخدمات الجهه القابله للصرف وكذلك عضو المجلس الجماعي لمدينه المحمديه رئيس اللجنه المرافق مرافق عموميه للمجلس البلدي منسق الاقليمي لحزب الديمقراطيه الجنوبيه بمدينه المحمديه رئيس جمعيه توريت للتنميه والتضامن اقليم تيزنيت اللي غيقدم شهادة حقه قبل ما ندوزو لسميتو هو صلاح شهادة وتليليت قرا قرا شهادة شهادة عضو جمعية التجار المحمدية للتنمية والتضامن تحياتي شكرا تاكو في الميكرو بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أيها الحضور الكريم الفنانين الكبار الحاضرين معنا مقام مرحبا أولا ما قبل كل شيء باسمي وباسم جميع أعضاء ومخالطي جمعية التجار المحمدية للتنمية والتضامن نتقدم بالشكر الجزيل لجمعية صرها للتراث الأصيل بمدينة المحمدية في شخص رئيسها السيد مشعب الغواني وكذلك جميع أعضاء ومنخرطي الجمعية على المجهودات الجبارة التي يقومون بها في مجال الثقافة والفن بمدينة المحمدية كما نشكرهم على تكريمهم لأخينا وصديقنا ورفيق دربنا السيد طيب موسوي والذي بدأ مشواره التجاري بمدينة المحمدية منذ سنة 1984 وكما انخرط في العمل الجمعوي منذ الثلاثينات من القرن الماضي وإذا سمحتم هذه نبذة مختصرة عن السيد طيب الموسوي عن المهام التي يشغلها حاليا أولا رئيس جمعية التجار المحمدية للتنمية والتضامن ثانيا عضو بالمجلس الجماعي لمدينة المحمدية ورفق العمومية بنفس المجلس ثالثا عضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة دار البيضاء سطات لولايتين متتاليتين كما يشغل نائب الرئيس لجنة الشؤون القانونية بنفس الغرفة المذكورة. رابعا عضو المكتب التنفيذي لمؤسسة سوس للتنمية المستدامة. خامسا عضو تنسيقية أدرار سوس ماسة بجهة سوس ماسة. سادسا رئيس جمعية توريت بتفرغ المولود بإقليم تيزنيت وشكرا لكم جميعا.
ونحن بدورنا سنقدم هدية رمزية لجمعية التجار المحمدية للسيد رئيس جمعية صرخة، فليتفضل معنا السيد محمد بوزيد. مشكور. هدية رمزية نتمنى تتقبلها منا وشكرا. جميلة، الله يجزيكم بخير. شكرا، شكرا لكم، شكرا بزاف، الله يجزيكم بخير. شكرا، شكرا للسي الطيب. ندوزو بوك الحر، خليني استراح شوية، خليني استراح شوية. استراحت يا سي بنوي، تفضل معايا سي بنوي، تفضل معايا. كنتمنى بكل حضور الزكاه الله يجزيك بخير. شكرا. سي حفيد بنوي، الوليدات الله يجزيكم بخير، اللي معمر مواتهم الله يجزيكم بخير. الريح والريح الله يجزيكم بخير. عبد الحفيظ بنوي من مواليد سنة 1955 في مراكش، مسرحي وممثل، شارك في عدة أعمال تلفزيونية مغربية ومنها فيلم زرع الريح بعد الكوس وفيلم الطيور على أشكالها تقع، وكذلك مع المرحوم بسطاوي ومسلسل إلى الأبد مع المرحوم محمد إبراهيم ومسلسل أحلام نسيم مع يونس بيبي والفيلم ستاجير مع فركوس ومسلسل مقطوع من شجرة مع المرحوم نور الدين بيكري، وشارك أيضا في مسلسلات سورية وهو مسلسل صقر قريش ومسلسل عمر، وكانت مشاركته أيضا في الأعمال السينمائية أجنبية على سبيل المثال ألكسندر لوغرون أن إنديانا جونيس فان جونيبيان لوغ بوند لدوز أون دوز أون أون كولان، تجربة المجموعة الغنائية وتجربته المجموعة الغنائية بالإصلاح لتجربة المجموعة الغنائية. كان البناوي من المؤسسين الأول مجموعة غنائية بمراكش، مجموعة نواس الحمر في بداية السبعينات، ثم النداء عليه ليصبح عضو مجموعة مشاعر، ثم أصبح اسمها بدأ ألوان، ثم انتقل إلى مجموعة نواس، ثم النداء عليه إلى مجموعة رعاة الصحراء، وبعدها أصبح عضو مجموعة الوساط المراكشية، ويعتبر بناوي أول مؤسسين لمهرجان فني غنائي بالمغرب سنة 2011. هذا المهرجان الذي ستنظم دورته الحادثة 11 إن شاء الله في غضون شهر يونيوس 2023، وهو الآن عضو بمجموعة الصوتية الألوان. هذا هو عبد الحميد البناوي. تعب كثير، شوف والله الناس خصك الحق بوحدك انت، وبغي الدراسة خصك الحق تسمع زي الجلالة، تسمع واحد مجموعة من المجموعات. تبارك الله على السي بنوي، تبارك الله. هذا هو السي عبد بنوي. أنا بغيت واحد الشهادة، شوف سبحان الله القلوب على بعضها، يلاه نقول شهادة نطلب من السي بنوي شافوا يزيد بون شوف واش عندهم القلوب بيناتهم. الحمد لله اللي نسيت بنوي. أي دواء عبد الجبار، أي دواء. واش مبروكة وكل عام وأنتم بخير، الله يبارك فيكم ويحل عليكم الصحة والعافية. مثال الإنسان خدو، مثال الإنسان فنان، لأنه وقيدهم المجموعات أقدم واحد فنان الآن هو أستاذ حبيب البناني. أقول من الحمراء إنسان خروف وخدوم، إنسان مؤسس لواحد لمة وطنية كبرى اللي هي مهرجان وطني ديال مراكش للمجموعة، يعتبر أرقى تظاهرات الشعب الحبيبي. غير بغيت نهضر باش كل الشباب تكلم عليك، ما أنت التاريخ ديالك كيتكلم عليك. تحية لهذا الراجل، تحية للرفيقة ديالو اللي حكت علينا مؤخرا، الزوجة ديالو رحمه الله، اللي كانت السند ديالو.
الحقيقه كانت جميع الاخوه في المجموعه كيعرفوها رحمه الله قبل وجه هذيك، وكنتمنوا ليه الصحه والعافيه مع الاولاد ديالو، وكنتمنوا يبقى سند المجموعات كلها لان الوحيد الان ضمن الناس اللي كيشوفوا المجموعات وكيلمهم. تحيه لخويا الدرو عبد الحفيظ البنون ونعطي الصحه. قام على السي مشفق، قام على السي مشفق، اجا السي مشفق قام على نعطيك الكلمة السي ناوي هاك الكلمة. السلام عليكم، مساء الخير. باسمي الخاص وباسم أستاذ المهرجان الدولي، أنا جد مسرور بتواجد ديالي في المدينة الاعتزالية، لأنه ضروري كل سنة كانت ترجع واحد 15 20 يوم. لأنه مدينة الدولة، مدينة الزهور، مدينة مهمة. كنحضر لهذا اللحظة ديال التكريم ديال الشخصية المتواضعة جدا. هذا التكريم اللي كنعتبره أنا مفخرة ليا ومفخرة للتجربة اللي قلت متواضعة. أنا كيبان ليا الشكر ديالي للأعضاء جمعية الصفحة بهذه اللحظة التاريخية، وأنا كنقول أنه ضروري التكريم يكون تحية الفنان، سواء كان فنان أو مثقف أو رياضي أو مهم، يكون تكريم في الحياة ديالو، لأنه دائما أنا حتى تحية فرصة كنقولها للفنان، لأنه المكرم كيبغي يحضر الفرحة ديال الناس قدامه. لأنه الإنسان إذا تهضم أنا خاصناش نهضمو، بصراحة خاصناش نهضمو، خاصنا مثلا نديرو ليه واحد الحفلة ماشي خاصنا نهضمو، لا لا المتوفى خاصنا نديرو واحد الحفلة فيه قراءة القرآن، فيه ابتهالات، فيه أو نسميو مثلا أحد المركبات الثقافية بالاسم ديالو، أو شارع بالاسم ديالو، أو دورة التجربة ديال الصفحة دورة الفنان المتوفي. إذا الشكر لكم كذلك مرة أخرى، وأنا جدا مسرور بالتواجد ديالي. شكرا. شكرا سي بنوي، تفضل البنات قالوا وقاش بحسن لك أختي باش تعطيه الهدية، تعطيها الوالد ديالك. تفضل معنا سي تفضل معنا سي بنوي. هذه الصورة تذكارية. سي بناوي راه اختار لك واحد الآلة كتعشقها. هي مديرة أكاديمية ملك الدولية الدكتورة ملكة مقبول، ومدير الديوان الأكاديمي ناصر كازاوي. تفضل معنا بهدية ديال الله يهديها لك. تفضل معنا، جابوا لك هدية خصيصة لك. Thank you.
شكرا أستاذة ملكة وشكرا سي نصيح على هذه الهدية. شكرا شكرا. قدوس المكرم أو المكرمين قدوس المكرمين شكرا سي نصيح بارك الله شكرا. اتفضلوا معايا واحد الصورة سي زيد دير واحد الصورة بلاس سير طيب عرفت شكون الصورة الفكرية شكرا شكرا. مشروع أفريقيا سين تفضلوا معايا أعضاء مشروع أفريقيا سين تفضلوا معايا مولود غيوناتي جديد برز في أواخر سنة 2019 سميت مشروع أفريقيا سين. كان ولا زال هدفه هو الحفاظ على المرور الثقافي الا وهو الاغنيه المجموعاتيه. تتكون هذه المجموعه غنائيا من اربع افراد محمد قران اللي كتشوفوا كرم عفوا محمد كرم عبد الحق مشفق وامين كرم مرحبا وكذلك عبد الغفور مشفق لهم كما العادة تفضل سي بناو اسم جيل تفضلوا ما غاديش نختاروا حنا ما غاديش نبقاو الشواهد هما الشواهد ديال المجموعة كاملين هنايا وبما فيها شهادة خاصة بمجموعة أفريكا سي صورنا سي زيد شكرا